امرأة استثنائية قادتها صدفة للزواج بالمدعو جاكي رايت، والذي كان يعد أحد أهم بارونات تجارة المواد غير المشروعة في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية. ثم أجبرتها الظروف بعدها لأن تصبح ملكة واحدة من أشهر العصابات في فيلادلفيا، بعد أن فضلت إكمال مسيرة زوجها بعد مقتله في نقل أنواع من المواد غير المشروعة بين مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا وفيلادلفيا بولاية بنسلفانيا. فمن تكون هذه السيدة غير الاعتيادية؟ كيف أصبحت تعرف بملكة فيلادلفيا؟ وما الذي جعلها تختار ولوج عالم ظل حكرا على الرجال؟ أسئلة وأخرى تحمل الإجابة عنها الدقائق القادمة من فيديو هذا اليوم. لكن قبل الخوض في التفاصيل، ندعوكم مشاهدين الأعزاء إلى الضغط على زر الإعجاب، زر الاشتراك، وكذلك تفعيل خاصية الجرس للتوصل بكل ما هو مذهل شيق وغريب. لنتابع. بالعودة إلى تفاصيل حياتها، فقد التقت سيلما رايت بزوجها المدعو جاكي رايت عندما كانت في بداية العشرينيات من عمرها، والذي عرف بكونه أحد أشهر تجار المواد غير المشروعة في مدينة فيلادلفيا، حيث وخلال سنوات زواجها فقد أصبحت سيلما تعرف الكثير عن أنشطة زوجها وعن عالم تجارة المواد غير المشروعة وخبايا وأسرار كانت حينها حكرا على رجال عرفوا بقوتهم ودهائهم في التخطيط وإتقان لعبة التهريب والاختباء بعيدا عن أعين وقبضة رجال الشرطة. ثم وبتوالي السنوات وفي عالم مليء بالمخاطر بشتى أنواعها، فقد قتل زوجها، لتصبح بذلك سيلما رايت أمام خيارين كان عليها الاختيار بينهما: إما أن تحاول تأسيس حياتها من جديد بشكل مستقيم بعيدا عن المخاطر، وبالتالي سيكون جني المال بالنسبة لها أمرا صعبا، أو تتولى أعمال العائلة وتكمل مسيرة زوجها. وسط إغراءات طعم النجاح وجني المال بالطريقة السهلة، فقد بدأت السيدة رايت في نقل المواد غير المشروعة التي تنوعت ما بين الكوكايين والهيروين وغيرهما بين مدينتي لوس أنجلوس وفيلادلفيا. لكن حياة من اختار الدخول في اللعبة بالتأكيد لن تكون سهلة على الإطلاق. في بداية حياتها، نشأت سيلما رايت وتربت على يد أبوين محبين في منزل كاثوليكي في جنوب فيلادلفيا، حيث وبعدها التحقت بمدرسة سانت ماريا جيروتي الثانوية قبل الالتحاق بصفوف جامعة تيمبل، حيث درست إدارة العقارات. ووفقا لمذكراتها التي نشرت لاحقا، فقد انتقلت بعد ذلك إلى مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، حيث بدأت في إطلاق العديد من المشاريع التجارية، بما في ذلك تأسيس شركة لتصميم الملابس تحت اسم ENC Enterprises، وذلك في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي. قبل ذلك وبعد قضائها عدة سنوات في لوس أنجلوس، فقد عادت سيلما رايت إلى موطنها الأصلي فيلي، أي مدينة فيلادلفيا. وفي العام 1977، وعندما كانت في أوائل العشرينيات من عمرها، فقد التقت سيلما رايت برجل أصبح زوجها فيما بعد، وهو المدعو جاكي رايت، والذي كان أحد كبار تجار الممنوعات في فيلادلفيا وأحد كبار بائعي ومروجي الهيروين بالجملة في المدينة، والذي كان على صلة بما يعرف ببلاك مافيا أو عصابة شارع فيلي، المعروفة باستهدافها وقتلها لضباط الشرطة، كما أنه قد عرف على أنه شخص لا يرحم. خلال زواجها رزق الزوجان سيلما وجاكي بطفل أطلق عليه اسم جاكم، وذلك في العام 1982. ثم بمرور السنوات، فقد وقعت شهادة الأسرة الصغيرة وقوع مأساة ستغير مجرى حياة سيلما على الأخص، وبالضبط في أحد الأيام من شهر أغسطس من سنة 1986، وذلك عندما قتل جاكي زوج تيلما، وتم العثور على جثته بعد أن تعرض لإطلاق النار على مستوى رأسه، أرداه قتيلا على الفور. فواجهت سيلما بعد موت زوجها خيارين لم يكن من السهل تفضيل أحدهما على الآخر،
كان الخيار الأول هو بدء حياتها من جديد بعيدا عن أي شيء غير شرعي، أما الخيار الثاني فهو تولي شركة العائلة وإكمال مسيرة زوجها. في مذكراتها كتبت سلمى لاحقا عن زوجها: لقد اعتنى بنا وأحب ابنه، إذا كان موجودا في الجوار فلن يحدث شيء لنا. مضيفة: يعتقد الناس أن جاكي ترك لي كل هذه الأموال، لا، لقد حصلت عليه بمجهودي، فلو اخترت الاستسلام لكنا ميتين الآن أنا وطفلي، لذلك استأنفنا العمل كالمعتاد وكسبنا الكثير من المال، الكثير من المال. حيث وفي أوائل التسعينيات كانت فيلادلفيا مكانا مشهورا لتوزيع شتى المواد غير المشروعة، في المقام الأول الهيروين والكوكايين، ووسط إغراءات النجاح والمال السهل سرعان ما استحوذت سيلما رايت على تجارة زوجها، حيث كانت تدير منظمة كبيرة تعمل من فيلادلفيا، كما كان لديها أتباع في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، وتشرف على نقل كميات كبيرة من الكوكايين والهيروين بين مدينتي لوس أنجلوس وفيلادلفيا. طوال مسيرتها العملية حصلت سيلما على ألقاب كثيرة مثل بوس ليدي، أي السيدة الزعيمة، وكذا كوين بين. كما قالت رايت في وقت لاحق: كان الأمر يتعلق بضرورة البقاء، كان الأمر يتعلق كما تعلمون بالوصول إلى مستوى آخر. لم يستغرق الأمر وقتا طويلا حتى بدأت تيلما رايت في تحقيق أرباح لا تصدق من عملها، وهو ما أشارت إليه في مذكراتها لاحقا قائلة: لقد جنيت الكثير من المال، الكثير من المال. نعم، يمكنني أن أخبركم أنني جنيت الكثير من المال. كانت سيلما تحقق أرباحا تقدر بنحو 400,000 دولار شهريا، غير أن اختيار الحياة داخل اللعبة الخطيرة لم يكن بالأمر السهل، ولم يكن كما تصورته سيلما. ثم في شهر يوليو من سنة 1991، فقد تم القبض على سيلما رايت والعديد من أصدقائها في تبادل لإطلاق النار بين العصابات في نادي ليلي شهير يدعى ستوديو ويست. وبعد أقل من أسبوعين فقد تلقت سيلما ضربة من نوع آخر، حيث قبضت الشرطة على أحد زبنائها القدامى، وهو رجل معروف باسم فاتس، وذلك بعد أن اتصل بمكتب البريد بشأن طرد لم يصل. وبعد التحقيق معه فقد اعترف بأنه يستورد المواد الغير مشروعة من سيلما رايت في مدينة فيلادلفيا، إلا أنها أنكرت كل ذلك، وفي ظل عدم وجود دليل يثبت إدانتها فلم يتم سجنها على خلفية تلك الادعاءات. ثم بحلول نهاية العام 1991 فقد قرر سيلما ترك لعبة تجارة المواد غير المشروعة وراءها إلى الأبد، ولسنوات ظلت صامتة بعيدا عن أعين عامة الناس، متجنبة الحديث عن تفاصيل ماضيها. وبالوصول إلى العام 2009 فقد قررت العمل في منظمة غير ربحية تدير ممتلكات النساء اللواتي يعانين من الإدمان ومشاكل تتعلق بالصحة العقلية، حيث قررت سيلما رايت أن تصبح امرأة نزيهة أخيراً، وهو ما أكدته في العام 2011 من خلال نشر مذكراتها الشخصية. صرحت حول عملها في السنوات الأخيرة قائلة: أنا الآن أم وجدة للعديد من الأطفال أيضا، وهو الأمر الذي يمنحني فرصة لمراجعة بعض الأخطاء التي ارتكبتها خلال السنوات الماضية من وراء الأشياء التي فعلتها. وعندما أتجول وأتحدث للناس أعلمهم أنهم بحاجة إلى الابتعاد عن هذه اللعبة، لأنهم لن يفوزوا مطلقا في هذا الطريق، لذا عليهم اختيار طريق صحيح آخر. ثم أضافت: لا يوجد من يفوز، هناك خياران، إما الموت أو السجن، هذا كل شيء، لا يوجد شيء آخر. بالنظر إلى الوراء الآن فعلت ما فعلته للبقاء على قيد الحياة، للاعتناء بنفسي وابني، ولكن هل سأفعل ذلك مرة أخرى؟ لا، بالتأكيد ليس في هذه الحياة. أصدقاء قناة وقائع، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك لتشجيعنا على نشر المزيد من هذا المحتوى. هذه فيديوهات أخرى قد تعجبك. موعدنا غداً.